تم تأجيل قضية اليوم إلى يوم الأحد إن شاء الله بطلب من هيئة الدفاع، كوننا زملاء لم يتوصلوا بالملف الموضوع، وارتأى المجلس تأييد ذلك. هذا إن شاء الله آخر يوم تأجيل سوف يكون يوم الأحد، وتنطلق المحاكمة، راح تكون جلسة خاصة. زملاء جدد تأسسوا، هذا شيء إيجابي، سوف يثري النقاش وينير المجلس ربما بمعلومات جديدة. هذا هو الشيء. هذا شيء عادي، شيء عادي، لانه كاين بعض من الزملاء اول مره يتاسوا في الملف، من حقهم باش يطلعوا على الملف ويستنسخوا بعض المحاضر، شيء عادي يعني. ما احنا ما راناش نشوفوا حاجه غير عاديه في هذا الاجراء تاع التاجيل. والرئيس شدد على انه يوم الاحد سيكون اخر اجل لبدء لانطلاق المحاكمه الاستئنافيه. نظرا لاهميه الملف، نظرا لعدد المتابعين، نظر الى عدد شهود، نظر الى عدد الاطراف المدنيه، مستحيل ديرها هكذا في جلسه مع الاخرين. دونك لازم تعطيها جلسه وحدها باش يقدروا الناس يتحقوا. هذا مكان، وحنا نسعوا توجور لاظهار الحق لا زياده ولا نقصان. وشكرا.